السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أكثر من 40 سنة تعرفت على الأول من عيار. لم أكن قد سمعت في هذا اليوم من قبل، وأي معنى يحمل. كنت فتى يافعا أسكن في حي شعبي في مدينة يافا. في ذلك اليوم أذكر أني رأيت جموعا من الناس الفقراء يدخلون في زاروب متواضع، يدخلون بيتا أكثر تواضعا، وظننت وشدة الناس كانوا معي أن ثمة عرس ما أو مناسبة اجتماعية تعقد في ذلك المنزل، وبفضول الفتى لحقنا بهذه الجموع فوجدت نفسي داخل منزل كتب على بابه عصبة التحرر الوطن الفلسطيني. كان ذلك منذ أكثر من 40 سنة، ومنذ ذلك اليوم لم أتوقف عن زيارة ذلك المنزل، حيث وأعترف الآن أنني تعلمت أول دروس الوطنية في ذلك المنزل، حيث استمعت إلى رجال كبار مات الله بأعمار من بقي منهم ورحم الله من مضى منهم. أذكر هناك تعرفت على فؤاد نصار، على أمين تومة، على حنة منقار، على سامي طه، وغيرهم من قادة الحركة العمالية في شعب فلسطين. وتعلمت كذلك معنى النضال في ذلك الزاروب في ذلك المنزل المتواضع. تعلمت أنه لا يقتصر الواجب حتى على الفتى أن يجلس في مقاعد المستمعين ويستمع، وإنما يمكن أن يؤدي دورا مهما كان هذا الدور متواضعا. وأذكر الآن بكل الاعتزاز أنني ساهمت كفتى في بيع صحيفة الاتحاد التي كان يدخلها عمال فلسطين في شوارع مدينتها. ومع الزمن تعلمت معنى الرجل العامل، الرجل المنتج، وتعلمت أن أكثرية الشعب هي من العمال والفلاحين، من الكادحين ومن الفقراء، وتعلمت أن هؤلاء وكأنه قدر من الأخطار، ذلك القطاع من الشعب الذي يعطي دوما أكثر مما يأخذ. وتعلم أن عمال يافا، عمال ميناء مدينة يافا، كانوا من فجر شرارة 35 36، وعرف أن جميع السالمين الذين خاضوا وأشعلوا فتيل الثورة العربية الفلسطينية الأولى كانوا من العمال والفقراء والكادحين. فتحية لعمالنا، لعمال شعب فلسطين، لعمال شعب لبنان، لعمال الأمة العربية، لجميع العمال في كل دول العالم وفي جميع أركان هذه الكرة الأرضية، لأنهم فعلا الشريحة الشريفة التي تحاول دوما دفع مسيرة التاريخ إلى الأمام. وبعد 1948 يا إخوان، بعد النكبة
إذا كان كل شعب في هذه الدنيا من طبقة عالية أو من طبقة كادحة، تحول شعب فلسطين الأسري إلى شعب كادح وإلى طبقة عالية. فمن لا أرض له ومن حرم من حقه في تخبير مصيره وفي إبداء رأيه، مهما كانت ثروته ومهما كثرت أملاكه، يبقى في واقع الأمر من الكادحين ومن القساة، لأن الكرامة الإنسانية وحرية المعبر وحرية تخبير مصيره هي الرسم الوحيد الذي يخاص به هنا ويخاص به الفقير. أيها الأخوة الأولين، تمر قضيتنا ومنظمتنا في مرحلة غاية في الفقة وغاية في الخطورة، وأرجو أن لا يؤخذ كلامي على محمل التشاؤم، فالمناضل لا يتشاؤم، وإنما يستمد مما يصفه بالخطر وبالدقة حافزا جديدا ليتابع النضال ويستمر. أما من رحل وتعالى فالله معه وسيأتي التقاعد وسيأتي الجميع. إنما نشهد اليوم في وطننا العربي ما جرى لنا في العراق، وما جرى لنا في ليبيا، وما قد يجري لنا هنا في سوريا ولبنان، يذكرني بمثل يقول: وكلت يوم وكل الصبر وأعود بكم إلى عام 82، عام الاجتياح الصهيوني، يوم ذبح الشعبان الفلسطيني واللبناني في مغامرة عسكرية إسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. شهدت بالمعركة، شهدها هذا المخيم، وعرفت قنابلها وأرصافها، عرفتها سيف الأسد، عرفها لبنان الأشرف، عرفتها بيروت حصار 23. وكان الكل منا سواء في خندقه يقاتل أو في ملجئه لينجو بسلامته يتنافس.